23/4/2012 الجيش الحر يقوم بمحو وإصلاح الخراب الذي قام به جنود الأسد، جنود العصابة المجوسية. الله أكبر. مقسم بلدة الطيانة. هذا هو الذي يستطيع فعله جنود الأسد فقط. الله أكبر. انظروا انظروا يا عالم ماذا يفعلون جنود الأسد والجيش الحر الذي يقول النظام بأنهم عصابات إرهابية يقومون بإصلاح الخراب الذي أحدثه جنود الأسد. انظر. هذا مقر الكلاب، هذا المقر الذي قام به الكلاب عندما كانوا يمكثون فيه، اعتنوا فيه كثيرا، وعندما خرجوا انظروا ماذا فعلوا. انظر يا عالم، انظر يا مسلمين، الى جامعة الدول العربية، الى مجلس الامن، الى كوفي عنان. الان اكتفينا بالمهل ولن نقبل اي مهلة اخرى سوى حظر طيران او دعم بالسلاح للجيش الحر. انظروا ماذا فعلوا جنود الاسد الانذال. ها هو الخراب الذي قاموا به بعد الخروج من هذا المكان. الله اكبر. انظر 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 يا عالم، انظر. هذا احدى دوائر حكومية، احدى الدوائر الحكومية العامة. انظروا ماذا فعل به النظام بعد ان خرجوا منه. هل يا ترى المسلمين والعالم اجمعين والعرب الى ماذا ينتظرون، والى متى ينتظرون؟ الى ان تنتهى وتنتهي سوريا وتدمر جميعها. الله اكبر يا اخي، الله اكبر على هذه العصابة المجوسية. الله اكبر. انظر انظر. وبشار الاسد ونظامه ماذا يقول؟ يقول بان هناك عصابات ارهابية ومخربة، وجنوده وشبحتهم الذين ارحل عن هم الذين يخربون. الله اكبر. هذا الذي فعله، هذا الذي احدثه النظام بعد ان خرج، نظام الطاقية الصفوي الرافضي المجوس الكلب. الله اكبر. أحرار الطيانة 23/4/2012